يعني إذا تسألني ما هو أخطر ثقافة سلبية معادية تواجه الأمة الإسلامية في الوقت الحالي، وجدت أنه من أخطر ما تواجه الأمة الإسلامية والذي يترتب عليه نتائج خطيرة جدا هي مسألة ما نعبر عنه نحن استهداف المرجعيات الدينية. وراء هؤلاء أعداء الأمة الإسلامية، وبالتحديد هنا أتكلم عن بعض الدوائر والتي هي في الواقع ترتبط بمراكز دراسات استراتيجية عند الغرب، هذه الدوائر هي التي تخطط لإسقاط المرجعيات الدينية في الأمة الإسلامية. وإذا هنا يعني أردت أن أشير إلى دولة بالتحديد هي بريطانيا ثم أمريكا، وبريطانيا قبل أمريكا. بريطانيا عندها مراكز دراسات استراتيجية، وهذه المراكز دراسات الاستراتيجية لا نجدها في أي دولة أخرى. من خلال المراكز الدراسات الاستراتيجية في لندن وفي أمريكا وجدوا بأن المرجعيات الدينية خصوصا الشيعية هي التي تشكل عمود الخيمة في الأمة. وأيضا كما ذكرت هناك الآن فئة محسوبة على التشيع، وهذه الفئة بالتحديد التي عبر عنها سماحة الإمام الخامنئي إدام ظله الشريف التشيع اللندني والتشيع الأمريكي. إذا تلاحظون وسائل الإعلام لهذه الفئة أكثر من 60% من نشاطها الإعلامي يستهدف المرجعيات ويسقط المرجعيات الدينية، والشواهد كثيرة جدا. مثلا الذي يصدر من لندن فضائية لندنية معروفة حكمت على الكثير من المراجع، وطبعا كان لها برامج خصصت الكثير من البرامج لإثبات أن مثلا الإمام الخميني هو كذا، الإمام الخامنئي كذا، الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه الزكية مات على الكفر، كما الآن هو حاصل كنماذج الآن كما هو حال الآن حاصل في لندن وأمريكا. فضائيات باسم أهل البيت وبعناوين شريفة ينشرون الفتنة بين السنة والشيعة، وينشرون ثقافة خطيرة جدا، ثقافة السب والطعن والشتم بالآخر باسم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يعني استطاعوا أن يحولوا بعض الشيعة لأدوات باسم الإسلام وباسم الشيعة وباسم أهل البيت لضرب الإسلام وضرب وإسقاط الإسلام. لماذا؟ لأنه عندما نلاحظوا الآن هؤلاء الواحد أحدهم الآن في لندن والآخر في أمريكا، الآن يتكلمون هم كأنهم يعني كأن الشيعة ليس لهم مراجع، يعني يقولون للشيعة بأنه يجب عليك أن تظهر البراءة. طيب زين نحن نظهر البراءة، إظهار البراءة بأن تسب وتشتم وتطعن، هل أنت مرجع؟ أنت مرجع تفتي للناس؟ يعني هل أصبحت مرجعا؟ تحدي آخر، وهو كما الآن في استهداف للمرجعيات الدينية هناك استهداف للشعائر الحسينية. هذه الشعائر الحسينية كما أيضا الدراسات الغربية استراتيجية تقول بأن نقطة القوة الثانية عند الشيعة هو الفكر الحسيني. وأيضا هناك عملية استهداف بأدوات للفكر الحسيني. خلاصتها الشعائر الحسينية، هي الشعائر العظيمة وهي الثورة الحسينية العظيمة تحول من مجال الثقافة ووعي وتثقيف وتنوير وتعبئة ضد الاستعمار وضد وهذه ثقافة المقاومة، تحول هذه المجالس إلى ماذا؟ إلى تطبير ومشي على الجمر وزحف على الزجاج، وأنتم تعلمون الباقي.